سميتي إدريس، عندي 34 سنة، ضابط شرطة عازب، ولكن كاين في علاقة حب مع واحد الإنسانة طيبة القلب والأخلاق وزوينة من الفوق. صراحة كانت مزيانة من جميع النواحي، كانت سميتها سعاد وخدامة خدمة محترمة وكتخلص صالير جد محترم حسن مني كاع، وعندها طوموبيلتها. حتى قبل ما نخدم هي اللي كانت كتفورني عليا وبزاف، حتى أنا ما كنتش كنحشم منها، منين ما كيكونش عندي كنقولها لها طاي طاي، قصني القدة والقدة وتا هي ما كتبخلش عليا. اصلا حنا حبان ومن زمان، قولوا تبارك الله. المهم انا وسعاد على ابواب الزواج، حيت الخدمه خدمتها الحمد لله، جبت والديا وخطبتها خطوبه رسميه. من بعد خدينا سلف وشرينا شقه في حي زوين وسط المدينه. المهم في واحد الليله خارج باش نتعشى انا وياها في واحد الريستو جنب البحر، كانت مشاوة وقالت لي نتمنى تدوز هاد الليله بخير. قلت لها وعلاش؟ قالت لي الا طفيتي داك التليفون غدوز بخير. قلت لها هاد التليفون هو اللي مقابله انتيا، غير كتشوفيه وكتكحلي بالعمى. قالت لي حيت شحال من مره كيخسر لينا الجلسه ديالنا. ما جاتش مسكينه فين تكمل هضرتها حتى صونا ليا التليفون، طليت كنلقاه الشاف ديالي وهي تقول لي سعاد ها اللي قلنا بدينا. قلت لها وصافي سكتي. جاوبت قلت ليه الو مون كوميسير. قال لي فين ما كنتي طير لعندي، اجي طاير. قلت لي واخا مون كوميسير، 30 دقيقه هاني عندك. مني قطعت عليه شفت في سعاد شاده راسها بيديها بجوج. قلت ليها حبيبتي راه ظروف العمل شنو غادي ندير؟ قالت لي دار لي انا اللي خارجه معاكم قابلك، وصلني لدارنا الله يخليك. خديت الكونتاكت ديال طوموبيلتها وركبنا وديتها حتى لباب دارهم، وقلت ليها حبيبتي خلي لي الطوموبيل حتى للصباح، راه ما عرفتش من وقت غنجيب الليل. قالت لي كل شي ديالك كبيدة، غير سمح لي الا تعصبت عليك. قلت لها هانية هانية، هادشي الخوت باش كتعجبني، كترجع دغيا وكترد المورال ديالها وصابرة معايا. بزاف جبهتها ونزلت هي من الطوموبيل وبقيت كنتسنى حتى دخلات، وانا نشدها بكسيرة تور واحد حتى وصلت للكوميسارية. طلعت لعند الكوميسير لقيتو كاعي وساخط على الوضعية. كي وقفت قال لي يلا معايا راه كنت كنتسناك. قلت لي ياك لاباس مون كوميسير. قال لي واحد الجوج تلقاوها جنب البحر، والدائرة ديالنا هي اللي تكلفت بهذا الشيء، وبغيتك انت والضابط مروان تكلفوا بهذه القضية. عطاني الموقع ديال الحادث واتصل بمروان وعطاه حتى هو العنوان، وقال لي بلي غيسبقني هو لتماك. مشيت انا الخوت دزت لدارنا اللي ما كانتش بعيده على الكوميسارية بزاف، هزيت السلاح ديالي ومشيت لموقع الجريمه. لقيت الجوقه تما وبزاف، وخاصة ساعه كانت 10 ديال الليل، البوليس كانوا ضايرين بالموقع. فاش وصلت جا عندي رئيس ديال الدوريه اللي لقاو الجثه، حنشه باش نقاد لكم الهضره مزيان. قال لي السلام عليكم سعادة الضابط. قلت لي عطيني التقرير. قال لي كنا دايزين بلي دي تي زعما لي موطار الخوت، وشفنا شي كلاب كينبحوا بطريقه ماشي عاديه. نزلنا لجهتهم ولقينا جثة ديال واحد البنت تكون في 30 من عمرها ومشوهه. قلت لي وريني التصاور، حيت الجثة الخوت هزات لوطوبسي مشات للمختبر ديال التشريح. منين عطاني التصاور وشفت فيهم مزيان تصدمت من الوحشيه ديال المنظر. واخا ماشي اول مره نشوف جثة هاد البنت، اللي كان واقع لها هادشي كانت زوينه بزاف، زهره وما كانت لابسه حتى شي حاجه، عريانه صدرها مقطع نص تقطيعها، والفم ديالها مخيط بالبرا والخيط، اما بالنسبه للمهبل ديالها كان مشوه ومخطط بالسلاح الابيض يعني بموس وعامر بالدمايات. باقي مركز مع هادشي حتى وقف المفتش مروان، صدقت انا اللي سابقه. كي وقف قال لي اهلا بادريس. قلت لي اهلا خويا. قال لي مالك مخنزه ولحمك مشوك؟ قلت لي هاك انت شوف. منين شاف الصوار ما تحرك فيه والو، حيت اصلا مروان سابقني في الحرفه وصادف جرائم ديال القتل كثر من هادي، شاف بزاف ديال التشوهات، داكشي علاش ما تصدمش. قال لي جوتها في المختبر. قلت لي اه. قال لي انت غيعطيونا التقرير.
قلت لي ساعتين على الأكثر. قال لي هاد الجريمة إلا ما لقيناش ليها الحل غادي نشوفو صداع راس ديال بصح يكون عاني. وعقل على هاد الكلمة هادي. مازال ما كمل مروان هضرتو جا واحد البلاغ باللي لقى واحد الجثة تانية في الجهة الأخرى ديال المدينة. مشينا على وجه السرعة بالزربة لعين المكان. حنا نلقاوه مشهد صادم، شاب في مقتبل العمر تكون عنده شي 30 سنة، وجهه مشوه وفمو مخيط بالبرا والخيط، بالنسبة للعضو التناسلي ديالو مقطع من الجدر، والمؤخرة ديالو في علامة إكس بالجنوية. أوتوماتيكمون ربطنا بالجريمتين. شنو هاد الليلة دابا؟ واش مازال ما غاديش تقاضى؟ أنا منين شفت هاد المنظر هذا التاني نضى ليا قلبي وما حملتش راسي. كنت خارج مع سعاد عادي نتعشاو، وشوفوا دابا بعينيكم فين صدقت. ولكن أنا اللي اختاريت هاد الطريق وهاد المهنة، خصني نقد بها. وأنا واقف مصدوم حتى قال لي مروان شي داك صداع راس اللي دويت لك عليه قبيلة؟ قلت لي اه. قال لي دابا غادي تضاعف عشيري، غادي دوبل ولا غادي تريبلا. قلت لي سكت، غير سكت، عطيني واحد 30 دقيقة نمشي ناخد شي قهوة نرد المزاج ديالي راه تفرفر ليا راسي. قال لي واخا سيري لحتى جيت كنتصل بك. مشيت لواحد الكافي مولف كنريح فيها بالليل مني كنكون خدام. كي دخلت جلست جات لعندي السربايه قالت لي كيف العاده بدريس كيف العاده داكشي اللي مولفه نجيب ليك؟ قلت لها اه. قالت لي مالك وجهك مخطوف؟ قلت لها سيري عافاك جيبي ليا النوار ديالي. قالت لي واقول ما كاينه خدمه وبلاد فيها الشاف. قلت لها ضابط هذا ماشي شاف، سيري جيبي ليا قهوتي. قالت لي واخا. مشات جيب لي القهوه ديالي وقلت علاش اللي ما نتلاهاوش بين ما جات ونعاود لكم عليها شويه. زينب السربايه مطلقه في عمرها 35 سنه، الله يعمرها دار ظريفه، وهاد الكافي كنجيو ليها حنايا الضباط في اوقات الفراغ. ولفناها ولفنا الضحك ديال زينب معنا كاملين، وكنتعاطفوا معها حيت خدامه بدراعها على وليداتها بجوج، عندها دري وبنت كتخدم عليهم بالحلال، ما كترضاش دير الحرام، ما بغاتش الحرام تكبر به ولادها. هي خدامه هنايا ب 1700 درهم الشهر، وساكنه فوق الكافي نيت. كون بغات تبيع لحمها راها زوينه بزاف من جميع النواحي وغتبيعو بالثمن، ولكن مرا وقاده الله يعطيها الصحه، وانا كنعرفها 4 سنين دابا. المهم كي قلت لكم مشات تجيب النوار ديالي، من بعد جات عطات عليا وجلست حدايا. قالت لي مالك ابو ادريس؟ قلت لها جوج ديال الجثات لقيناهم في بلايص مختلفين وبنفس الطريقه ديال القتل. قالت لي يا ربي السلامة خلعتيني والله. قلت لها ردي البال لراسك زينب الوقت خيابت. قالت لي اخويا انا من الخدمه لعند وليداتي. قلت لها ايوا هكاك مزيان، عافاك عندك شي تيرمون صغير؟ قالت لي اه كاين. قلت لها ديري لي فيه 4 ديال الكيسان ديال هاد الكافي هادي وجيبيه لي. قالت لي واخا. جابت لي هاد الشيء ومشيت في حالي بعد ما خلصتها وعطيتها البوفوار ديالها كيف ديما. مشيت لعند مروان عطيتو حتى هو القهوه ديالو. كان ديك الساعه عند الدكتور ديال التشريح كيدوي معاه، عطيتو القهوه وقال لي الله يعطيك الخير. قلت لي بصحتك. قال لي كان كيتصل بك الكوميسير وتليفونك طافي. قلت لي بلاتي نشوف. اه بصح كاع ما رديت ليه البال، اش قال لك؟ قال لي مروان راه حكني وقال لي نحكوك حتى نتايا حيت ما بغاش القضيه توصل للناس الكبار، حتى نكونوا هنا حلينا اللغز ديال الجريمه غادي يعرفوها الناس، بغينا نشدوا المجرم. قلت ليه غنديروا اللي في جهدنا حيت الا وصلت للناس الكبار غنبقاو نتهدوا بالقرايد ديالنا كيف ديما. قال لي وياه. مشينا لخوت المختبر لعند دكتور واحد اخر سنينا حتى خرج وقال لينا الجثث القاتل ديالهم شخص واحد وراه تشرب لهم واحد العقار منوم وتغتصبوا ما تقتلوش بسرعه ولكن تكتفوا وبدا المجرم كيمزق لهم في الاعضاء التناسليه ديالهم ويخيط لهم الفم ديالهم والنتيجه ديال التشريح كتقول باللي الموت ديالهم كان من الالم والتعذيب. وساعه الوفاه كانت 8 مساء، البنت توفات قبل من الولد حيت التحمل ديال البنت كان قليل على الولد، نزفات بزاف وبالاخص من صدرها منين قطعوا لها. الدكتور الخوت كان كيهضر وانا قلبي كيزدح، تفو على حياه وصلنا لها. بقينا هكاك منشورين من هك حتى لهك حتى وصل الصباح. ركبت في طوموبيلتي ومشيت بلاصيت حدا الدار، الدار ديال سعاد.
وانا نتكا. نعست في الطوموبيل ما دازت حتى 5 ديال الدقائق صحيحه وانا نسمع الدقان في الجاج ديال الطوموبيل. حليت عيني لقيتها سعاد، حليت ليها الباب سلمت عليها. منين دخلت طبعا شافت فيا وقالت لي عينيك منفوخين. قلت لها نعست 5 ديال الدقائق عادي يكونوا منفوخين. قالت لي طلع طلع تفطر مع مالي نطا. قلت لها لا راه بغيت عين الناس. قالت لي وطلع لبيتي الدار دارك. قلت لها لا لا غير ديني لدارنا وجيبي معك الطوموبيل. قالت لي واخا يلا خليني نسوق انايا. طلعت ساكت ووصلتني حتى لباب الدار. خرجت من الطوموبيل وما سديتش الباب ديال الطوموبيل. وهي تقول يا سعاد مالك كتشوف فيا؟ هاد كنت كنشوف فيها. قلت لها ما بقى حد يشوف في حبيبتي ولا شنو؟ قالت لي لا هاد الشوفات ديال الخوف. قلت لها وليتي حافظاني؟ قالت لي عارفك كتر ما عارف انت راسك. قلت لها راني خايف غير عليك اسعاد. قالت لي شنو كاين؟ قلت لها تقدري تاخذي كونجي من خدمتك؟ قالت لي قريبه وقته ولكن ناخذو من اليوم الا بغيتي. غير قول لي علاش. قلت لها الدائره ديالنا خدات قضيه ديال واحد السفاح كيستهدف ضحايا من البنات والدراري اللي كيكونوا في لاج ديالنا حنايا وكيقتل ويشوه الجثث ويعذبهم. جاوباتني وقالت لي اه دريس. قلت لها نعم. قالت لي ركب ركب نمشي ناخذ دابا الكونجي ونجيو بجوجنا. قلت لها احسن ما غادي ديري. سعاد كانت عندها سمعه زوينه في خدمتها وحتى المسؤولين ديالها ما يقدروش يديروا معها العيب حيت خدمتها مزيانه ولا خسروها غيخسروا بزاف من موراها. ركبنا ركبه وحده حتى للعياده ديال صاحبتها. جبنا منها شهاده طبيه فيها شهر. مشينا للخدمه دفعاتها وخرجنا دزنا لواحد البيسري باش نفطر وخا عينيا كيتسدوا بالنعاس. جلسنا تما وانا نقول سعاد. قلت لها ما عندك فين تخرجي من اليوم بلا بيا واخا؟ قالت لي صافي انا ما خارجاش من الدار كاع الا لك انت انت معايا. قلت لها هكاك نبغيك. كملت فطوري ووصلتها لدارها وخديت الطوموبيل عاوتاني ومشيت للدار نرتاح. ارتاح شي شويه وصلت العشرة ديال الصباح. دابا هو يتصل بيا الكوميسير على قبل اجتماع طارئ على ما قال. واك واك عباد الله شاد الخدمه ديالها والو واش من نعسش انايا؟ فقت وغسلت وجهي لبست عليا. شافتني الوالده وقالت لي ربي معك ولدي. قلت ليها الله يطول لينا في عمرك امي الحنينه. بست ليها راسها مسكينه وخرجت في حالتي نيشان الكوميساريه. قبل ما ندخل دزت خديت واحد النوار ودخلت في حالي للبيرو ديال الكوميسير. لقيته هو ومروان وواحد الضابط معانا في الكوميساريه نيت. وكاين واحد الوجه جديد معانا اللي ما عرفتوش. كانت واحد البنت ايه في الجمال زعرة وجامعة شعرها ولابسه لباس عصري مزير بزاف. المهم انا جلست معاهم وما سولتش شكون هي. قال لي الكوميسير انت اللي كنا كنتسناو فيك. وينقز واحد الشاف كان معاه ضابط ممتاز وقديم في الخدمه. قال لينا قبل ما نبداو هذه هي الباتول. هاد السيده سميتها الباتول ضابطه بحالكم فعمرها 29 سنه عندها خبرة في حل جرائم القتل. قال لها مروان تبارك الله. قلت لها انا مرحبا. ويدوي سفيان وقال لها تا هو مرحبا. هاد سفيان بحال الطول بحال العرض تبارك الله ضخم وعنده ثلاثة ديال الأحزمة السوداء في التيكواندو. واخا ضخم راه كيتحرك خفيف بحال الفراجة. شحال من مرة حضرت ليه ما كيفوتش جوج ضربات في شي مجرم ومسلح من الفوق كيجيبو صوص دوس. الكوميسير دوا وقال لنا باتون صيفطوها لينا الناس اللي الفوق حيت وصلت ليهم اخبار الجرائم ما بغاوش القضيه تزيد تكبر ولينا ضغوطات بزاف ما نبغي حتى شي تقصير. الاخوان والتليفونات ديالكم ممنوع تطفاو ولا يتسدوا ما نقبل حتى شي عذر. دو داك الضابط الممتاز اللي كان معنا هو يقول لنا انا غادي نقود هذا الفرق وغادي نسق بيناتكم ومن اليوم راكم تحت الاماره ديالي. قال لنا الكوميسير الامور واضحه. قلنا له حنا وي مون كوميسير. قال لينا يمكن لكم تمشيو. وانت هشام هشام هو الضابط الممتاز الخوت. انت هشام بقى مع هشام وخرجنا حنا وسبقاتنا ديك الباتول في الخروج. كانت لابسه المزير وفصالتها واعره بزاف. هو ينغزني مروان انا وسفيان الضابط اللي معانا وقال لي شو تبارك الله هذا الخير. وجاتنا الضحكه وسفيان ما كيعرفش يحبس الضحكه وهو يتفرقع بالضحك تما. وهي تلفت شافت فينا وقالت لينا مالكم؟ قال لها سفيان والو الشاف. قالت لي ضابط الله يخليك. ويقول لها سفيان اودي كل شيء زين. قالت لي مالك باسل؟ زادت الخوت وخلتهم حروق وحنا خرينا عليه بالضحك.
من بعد خرج لعندنا داك الضابط الممتاز هشام وقال لنا فين هي الباتون. قلت لي انا نزلت لتحت. ويقول لنا ممكن تعيطوا لها؟ قلت لي واخا. قال لي احنا في هذا المكتب فاش تعيط لها جيبها لهنايا. نزلت بوحدي ولقيتها جالسه مجمعه مع واحد البوليسيه عندنا في الاستقبال سميتها نورا مزوجه وعندها وليدات. وما حسوا عليا حتى وقفت عليهم. كنحاول نعطيكم التفاصيل باش تعيشوا معايا القصه مزيان. وقفت عليهم وقالت لي ديك نورا اهلا بادريس. قلت لها اختي نورا لاباس عليك؟ قالت لي الحمد لله. عاد لقيتينا كنهضروا عليك. قلت لها النميمه بلا لالي؟ قالت لي لا لا غير قالت لي الباتول بلي كان سفيان كيضحك ودارت فيه وكنتوا حاضرين. وقلت لها بلي راه سفيان الله يعمرها هذا ومروان عيني زايغه وانت ولد الحلال وضحوكي. قلت لها والله يكبر بك اختي العزيزه مدام الباتول اجي راه عندنا اجتماع مع سي هشام. قالت لي غير انيسه السي ادريس ماشي مدام. تمشينا انا وياها وطلعنا للمكتب ودخلنا وشفنا الضابط شفناه بوجه اخر وقت الخدمه كيولي صارم وبدا كيضغط علينا باش نخدمو ونبحثو. وقسمنا على جوج ديال الفرق انا والباتون مشينا لموقع الجريمه اللي كانت فيها البنت جنب البحر وسفيان ومروان مشاو لموقع الجريمه اللي لقاو فيه داك الشاب. خرجت انا والباتول كنتمشى وقالت لي ما خديتيش الكونتاكت ديال الطوموبيل تاع الخدمه زعما الطوموبيل ديال البوليس. قلت لها كاينه عندي الطوموبيل. مشينا ركبنا في الطوموبيل ديال سعاد طبعا خما بلانش تركب بنت في طوموبيل بنت ولا في موطور بنت بالنسبه لي انا ولكن هذه الخدمه هانيه. كي ركبت طلقت المزيكا انايا ومن ظهري طحت في واحد الاغنيه غراميه وهي تقول لي الباتول الاخوال هان. قلت لها ماشي انا اللي كنتصنت لها هذا الشيء. قالت لي وشكون؟ قلت لها الطوموبيل ديال خطيبتي. قالت لي تبارك الله باينه فيها خدامه خدمه زوينه باش تاخذ طوموبيل بحال هادي. طوموبيل الخوت كانت هيونداي كات كات. قلت لها الله يزيدها من فضله حتى هي تستاهل. قالت لي ناري يا خويا كي كتهضر عليها انا بواحد رقي والحنيه. قلت لها هادشي اللي عطا الله وحشمت الخوت. قالت لي ماشي مشكل الله يكمل عليكم بالخير. المهم بقينا غاديين حتى وصلنا للبلاصه اللي لقينا فيها الجثه الاولى يعني جثه البنت اللي كانت حدا البحر باش ما يتلف حتى شي واحد فيكم. نزلنا من الطوموبيل وانا لاحظ باللي الموقع نقى ما بقات تماك لا دم لا وسخ لا والو. قالت لي الباتوله شتت هاد البلاصه بانت لي نقيه بزاف بحال لا الا عمرو نزلت فيها شي قطره ديال الدم. قلت لي راه هاد الشيء فاش لقيتيني كنفكر حتى انا. اتصلت ديك الساعه بمروان قلت لي الو مروان. قال لي وي بادريس لقيتيني غنتصل بك. قلت لي الموقع تنظف. قال لي تا عندنا حنايا وراه درت الاتصالات ديالي والشرطه ما عندهم حتى شي علاقه بهاد الشيء. قلت ليها غادي ندور على هاد المحلات التجاريه اللي كاينين هنا ونشوف التسجيلات ديال الكاميرا في هاد 24 ساعه الاخيره. قال لي داكشي اللي لقيتيني غندير حتى انا. من بعد تفرقت انا والباتول على المحلات اللي تما وبالفعل فاش شفنا في الكاميرا لقينا راجل لابس واحد المعطف كحل وطويل بزاف داير نظاظر كحل وكشكول كحل وجايب معاه واحد الميكا فيها كاع دوك مستلزمات ديال التنظيف وكينقي في موقع الجريمه. حنا كنشوفوا في هاد الشيء ويتصل بيا مروان وقال لي نفس البلان داكشي اللي لقيناه هنا لقاه حتى هو. وقال لي بلي ضروري نديرو اجتماع على جناح السرعه بالزربه مع الشاف ديالنا. رجعنا ديريكت للكوميساريه وبدينا كنحلوا في المعلومات القليله اللي عندنا. في هاد اللحظه كانت كتصل بيا سعاد ولكن ما قدرتش نجاوبها حيت انا في اجتماع. ملي شفت الاتصالات ديالها كثروا درت السباب الطواليط وجاوبتها. قلت لها وي حبيبه راني في اجتماع ومهم بزاف. كانت سعاد كتبكي وقالت لي صاحبتي يسرى راه مخطوفه. قلت لها كيفاش مخطوفه؟ عاودي ليا. قالت لي من البارح بالليل ما رجعت لدارهم امها مسكينه اتصلت بيا كتبكي. قالتها ليا واتصلت بتليفون حتى عييت كنلقاه طافي. قلت لها واش يسرى اللي معاك في الخدمه؟ قالت لي اه هي. قلت لها ملي تكمل 24 ساعه تبلغ امها على الاختفاء هذا هو القانون. السلطات ما يمكنش لهم يتحركوا قبل من هذا الوقت حبيبه راك عارفه اش كاين. قالت لي صافي واخا صافي فهمت. قطعت عليها ورجعت للاجتماع وكملنا الحديث ديالنا على امل نتوصلوا لشي حل. ومن بعد كل واحد فينا شد طريقه لدارو باش من دابا ساعتين نتلاقاو هنا في الكوميساريه. كي خرجنا كانت مشى وقالت لي الباتول دريس ممكن توصلني معك؟ قلت لها واخا مرحبا. ركبنا في الطوموبيل تحركنا وهي تقول لي اعطيني رقمك دابا راك خدام معايا وغنحتاجو التواصل بيناتنا. قلت لها واخا سجلي سجلي عندك. عطيتها رقم وقلت لها فين ساكنه وعند من؟ يا قلتي انت ماشي بنت هاد المدينه. قالت لي جالسه عند بنت خالتي.
قلت لها واش مزوجة؟ قالت لي لا تا هي بايغة بحالي، وبدات كتضحك. قلت لها الله يجيب لكم يا ربي، قالت لي امين. المهم وصلنا للحي وقلت لها راه وصلنا للحي اللي قلتي لي عاقله على الدار، قالت لي عاقله. حطيت الباتول حدا الباب ديال الدار ومشيت للدار نتغدى. من بعد دزت لعند الباتول عاوتاني ومشينا للكوميساريه. جمعنا وبدينا كنربطوا به الافكار ديالنا. جانا واحد الاتصال بوجود واحد الجثه في واحد الدار مهجوره خارج المدينه شويه. مشينا بالزربه لاي المكان، وكانت الصدمه هي هاد الجثه كانت ديال يسرى صاحبه خطيبتي. انا تصدمت وما فهمت والو، وبقى فيا الحال حيت هاد يسرى هي اللي عند ميمتها، وميمتها مريضه وهي اللي خدامه عليها ومقابلها. والحاجه اللي زادت عصبتني هي الجثه ديال يسرى مشوهه بنفس الطريقه اللي مشوهين بها جثه الاولين اللي لقينا، وهذا الشيء كيدل انه هذا القاتل شخص واحد. الاسئله اللي غيدوروا في راسي واللي غيدوروني معاهم مزيان هما اش هاد الشناعه؟ واش هاد الحياه غتبقى غاديه وكتكحال؟ كيفاش غندير نقول لخطيبتي؟ كيفاش غادي تقبل المهم تادي وصل الخبر؟ المهم خرجت من تما وجلست على برا وهي تجي لعندي الباتول. قالت لي مالك مصدوم؟ ما مولفش تشوف الجثث يمكن؟ قلت لها لا، هذه راه الصديقه المفضله ديال الخطيبه ديالي، وغير ملي كنا في الاجتماع اتصلت بيا خطيبتي باش تقول لي على الاختفاء ديال صاحبتها. قالت لي الباتول الله يرحمها مسكينه، انا لله وانا اليه راجعون. قلت لها اللي بقى فيا انا اكثر هو مهمتها مسكينه، مراه مريضه وكبيره في العمر، وبنتها هي اللي خدامه عليها ومقابلها. قالت لي الباتول لا حول ولا قوه الا بالله، الله يصبرها مسكينه، خصك تقولها لخطيبتك. قلت لها داكشي اللي لقيتيني غادي ندير، ولكن هاد الهضره ماشي ديال التليفون، انا غادي نمشي لعندها ديريكت. منين قلت لها هكا قالت لي انا غادي نغطي على الغياب ديالك، غير سير الله معك، رد البال في الطريق. مشيت عفطه وحده على الكسيراتور حتى وصلت لباب الدار ديال خطيبتي، وانا نتصل بها تخرج لعندي وهي تطلع ليا امها نسيبتي المستقبليه كانت سميتها عائشه، وقالت لي طلع ولدي طلع. طلعت وسلمت عليها وبست نسيبتي راسها، وسلمت على اخت خطيبتي اللي كانت سميتها مريم، وجلست في الصالون. شافت فيا سعاد وقالت لي مال وجهك مخطوف؟ قلت لها ما عرفتش منين بدا لك سعاد. قالت لي من الاول، بدا من الاول. قلت لها راه لقينا ضحيه اخرى من الضحايا ديال السفاح وبنفس الطريقه. قالت لي يا ربي تحفظنا وتسترنا وتحمينا. قلت لها راه مازال ما كملتش. قالت لي قول لي اش كاين. قلت لها ودي الضحيه راه هي صاحبتك يسرى. في هذه اللحظه طاحت لينا سعاد وسخفات بلا ما تفكر، وبقات نسيبتي كتبكي، وانا كنفزق الوجه ديال سعاد بالماء حتى فاقت، وهي تنهار بالبكا مع امها واختها. شويه هو يدخل نسيبي القلب كاو الدموع في الدار، سلم عليا وسولني وقلت ليه شنو كاين؟ قال لي انا لله وانا اليه راجعون. قلت ليه امي اللي نقول لك هو ردوا البال لراسكم، قضيه خيابته بزاف، ودابا بغيت سعاده تمشي معايا باش نقولوها لام الضحيه وتمشي معنا تعرف على الجثه ديال بنتها. قال لي انت كتشوفها ولدي راه ما غتقدرش تمشي معك، شوف حالتها. وهي تقول لي سعاد لا بابا غنمشي، انا صاحبتها الوحيده وماماها كتعرفني مزيان. قال لي واخا غير ردوا البال لراسكم عافاكم. خرجنا وركبنا في الطوموبيل ومشينا للحي اللي ساكنه فيه ام يسرى، ولقيناها مسكينه جالسه حدا الباب ديال الدار وكتشوف كاع الاتجاهات زعما كتسنى بنتها تجي. منين نزلنا من الطوموبيل شافت سعاد جات لعندها كتجري. قالت ليها بنتي واش لقيتوها؟ ياك لاباس عليها؟ عنقتها سعاد وبدات كتبكي. شويه ام يسرى فهمات الموقف، بدات كتغوت تما بالجهد وسخفات مسكينه. داروا بينا العيالات ديال الجيران، فيقناها ركبناها في الطوموبيل ونيشان الطب الشرعي باش تشوف بنتها وتعرف عليها. لا حول ولا قوه الا بالله، الا حاله فيها هاد المراه مسكينه. الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي، ونتمنى من ربي يعاوننا باش نشدوا هاد السفاح باش ما يزيد شي حرق قلوب الناس الاخرين. ملي وصلنا دخلت سعاد مع ام يسرى وتعرفوا على الجثه، وسخفوا بجوجات من هاول المنظر. دخلوهم عطاوهم السيروم باش يسترجعوا الطاقه ديالهم. من بعد مشيت لعند سعاد اللي كانت كتبكي. قالت لي دريس انا اللي غنتكلف بخالتي السعديه وهي ام يسرى. وقالت لي والله ما نخليها تحتاج لشي حاجه. قلت لي عارفك 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 ديريها وتقدي بها، الله يصبركم وصافي. قالت لي واش باقا ناعسه مسكينه؟ قلت لها راه عطاوها منوين باش ترتاح وتكالما. في هذه اللحظه جاني اتصال من عند الباتول
قلت لها آلو الباتول. قالت لي سعاد الباتول. قلت لها سعاد البنت خدامة معايا. وانا نقول الباتول لا الباتول ماشي معك ماشي معك. قلت لها شنو كاين؟ قالت لي السفاح هاد المرة خلى لينا رسالة على شكل فيديو كيعذب فيه الضحايا بثلاثة وكيغتصبهم، يعني منين دار هاد الجرائم هادو كان كيصورهم. قلت لها واش باين وجهه؟ قالت لي بطبيعة الحال لا، الفيديو راه وحشي وخا قلبي قاصح اثر فيه بزاف. قلت لها انا غنكمل شي شغل ونتلاقاو في كوميسارية. بقيت في السبيطار حتى فاقت امي وسرى ووصلتها هي وسعاد لدارها. بقات معاها سعاد تبعاتهم نسيبه ونسيبه اخت المدام وخوها باش يعزيو. مني شفت اخ المدام وباها ارتاحيت ومشيت لخدمتي مزيان. في الطريق ديالي غادي وبانوا لي لي موطار واقفين على واحد ولد الحومه دريويش ومعاه واحد البنت، وانا كنعرف واحد من دوك الحناش. وقفت حداهم وانا نعيط لداك الحنشه اللي كنعرف وقلت لي بلي هذا راه ولد الحومه وعلى وجهه السكه كيدوز الدران. ما خصاش ليا خاطري حيت مني كيحتاج حتى هو شي لعيبه. وصل الكوميسارية كنقضيها معاه. من بعد خلاهم يمشيو. مشاو جا لعندي ولد الحومه هو وصاحبته عنقني والبنت كتبكي بالخلع. وصيتو حدا راسو وكملت طريقي للكوميسارية. لقيتها مقاربله ديال بصح. شديت الحاسوب ديال الباتول وشفت الفيديو اللي قالت ليا. وبصح ما قدرتش نشوفه. كيغتصب في الضحايا و كيفاش غنوصف لكم كيفاش كيخيط لهم الفم ديالهم وكيفاش كيشوه لهم الاعضاء التناسليه ديالهم. منظر بشيء بزاف ومن الفوق هادشي كيوقعوا هما حيين كل كيبقى يشوف داكشي. من بعد شفت داك الفيديو مشيت بالجرا شربت فنيده ديال الراس حيت دوك المشاهد عذبوني انا من الداخل. وقف عليا سفيان وقال لي ما هاد الجريمه الثالثه غتقواد علينا ديال بصح با ادريس. قلت ليه اكثر من ما هي مقوده ولا شنو؟ قال لي اسكت اسكت غير الله يستر وصافي. شويه هو يدخل الضابط المكلف بينا داك هشام كان كاعي بزاف. قال لنا الناس ما كاينش المسؤولين الكبار كيصبنوا في الكوميسير دابا ولا جاو لقانا هنا غناخذوا حقنا من الصابون. خرجنا بالزربه من الكوميساريه انا والباتول في الطوموبيل ومعانا داك هشام الضابط المكلف بينا. اما سفيان ومروان راكبين في واحد الداسي ديال البوليس متابعيننا من الله. وقفنا عند ديك القهوه اللي خدامه فيها زينب ودخلنا ضموندينا قهاوي ديالنا وجلسنا في السده وكانت كالم شويه. من بعد هو يطلع واحد خونا ما صحيح ما واحد ختنا باينه فيها خارج الطريق غير من الضحكه الباسله اللي كدير. وجلسوا اون فاس معانا وداروا لينا الضجيج. طلع السرباي جاب لينا القهوه ومشى عند داك خونا اللي قدامنا وقال ليه شويه ديال الهدوء. هو ينوض ليه داك خونا ودفعوا حتى طيحوا من الدروج. بغيت نوض ليه هو يشدني سفيان ومشى هو لعندو. هذاك خونا كان مع عامر ديال بصح ولكن فين يبان مع سفيان الغوريلا ديال الكوميساريه والبطل ديالنا. وقف عليه سفيان ضربو ضربه وحده غير ما زادش ليه الثانيه وصافي. من بعد طيحو مجبد في بلاصتو وبدا ديك اللي معاه كتغوت علينا حنايا. قالت ليها الباتول غتسكتي ولا نشر الحماره تاع تمك حداه. هو اتصل مروان بلا غاف جات هزاتهم بجوج. رجعنا حنا نكملوا الاجتماع ديالنا. شويه هو اتصل الكوميسير بالشاف ديالنا اللي معانا هشام. عقلوا عليه الشاف هشام. قال لي الكوميسير فينكم؟ قال لي هشام حنا خدامين امون كوميسير هاليكيب معايا كاملين. قال لي الكوميسير اوكي. من بعد شاف فينا هشام وقال لي نجاب الله خرجنا من الكوميساريه كل القناة كنت سمعنا الهضره. المهم سمعوني الله يخليكم راه الا حلينا القضيه غناخذوا الترقيات ديالنا والزياده في الصالير والهيبه ديالنا غادي تطلع وكثر من هادشي غادي نهنيو البلاد من هاد السفاح الله يرضي عليكم. قالت لي الباتول ولكن المشكل راه هادشي ما عارفينوش الناس خاصهم يعرفوا باش يردوا البال لغيوسهم. قال لها مروان انا ضدك في هادي الا تبعتنا الصحافه ما غاديش نخدموا على راحتنا وغيزيدوا علينا الضغوطات من المسؤولين الكبار. قال لي سفيان عندك الصح في هادي صراحه. قلت لهم واخ دويتو مزيان الدراري ولكن واش نخليو الناس في دار غفلون؟ سمحوا لي راه انا رايي ديالي من رايي ديال الباتول. قال لنا داك الضابط هشام انا معاك با ادريس والباتول وغادي نستشر مع الكوميسير ونشوفو شنو غايقول. شويه وهي تجي لعندنا ديك السربايه زينب ومعها وليداتها بجوج. شافت فينا وقالت لي هاي هاي شكون هنا؟ اهلا مرحبا بكم. قلت لها بديتي تاني؟ ام انا الشاف لا ما تعيقي. قالت لي اسمح لي اسمح لي ومرحبا بكم. قلت لها فين غادي خارجه؟ حيت
كانت بغات تمشي تخرج، هي جات سلمات علينا قالت لي غير هنايا نشري للوليدات شي حاجه. نط لعندها وجبت واحد 200 درهم عطيتها ليها باش تفرح ولادها، حيت ولادها واخا هكاك عزازين عليا. وقالت لي ما عرفتش ما نقول لك، شكرا بزاف وصافي. قلت لها ماشي مشكل ماشي مشكل. فاش كانت غاديه قلت لها الله يسترك ردي البال لراسك، راه القضيه حماطته بزاف والوقت غيابت. قالت لي والله اخويا الا كتخلعني بهضرتك. قلت لها واش انا باغي نخلعك؟ عاجبني الحال نخلع فيك هنايا، كندوي معاك باش تردي البال. راه الخواف ما تخافش عليه امه، انت راه عندك جوج ديال النفوس وخدامه عليهم، ردي البال لراسك. قالت لي انا اخويا غادي غير هنايا ما فايتاش 500 متر نشري للوليدات ونرجع. قلت لها ما تهضري مع حتى شي واحد ورجعي في حالك دغيا. قالت لي واش حتى لهاد الدرجه؟ قلت لها كون شفتي اللي شفت والله ما تخرجي من الدار، ولكن دابا باقي الحال قضي غراضك رجعي دغيا. قالت لي واخا الله يحفظك ويخليك لينا. انا ماشي كنت كنحاول الخوت نخلع زينب، ولكن قلت لها غير الصراحه حيت ما عندها مسكينه لا حنين الله رحيم، ولا وقعت لها شي حاجه ما كاينش اللي غيعقل عليها ولا على وليداتها. من بعد مشات ورجعت لبلاصتي. مني رجعت لبلاصتي كملنا الاجتماع ديالنا وهي اتصل بيا خطيبتي سعاد. قلت لهم سمحوا لي نجاوب، نطت من حداهم جاوبتها. قلت لها الو سعاد ياك لاباس؟ قالت لي دريس محتاجين المساعده ديالك. قلت لها دريس حرفيه؟ نعذرك فاش محتاجيني؟ قالت لي راه ما بغاوش يعطوني يسرى ندفنوها. قلت لها راه المرحومه وحده من الضحايا ديال داك السفاح، ومازال الطب الشرعي ما كمل منها التشريح، من بعد غيعطيوني التقرير وغيسلموا لكم المرحومه مغسلهم كفنا، وانا غنوقف على هادشي شخصيا. قالت لي صافي صافي واخا، ولكن امتى غيعطيوها لينا؟ قلت لها غالبا غدا مع العشرة. وما تحركيش من حدا عائلتك سعاد، عندك تنساي. قالت لي صافي واخا. رجعت انا لبلاصتي عاوتاني من بعد ما فاتكنا المجمع، وانا مشيت وصلت البات ولدار بنت خالتها عند من جالسه. منين وصلنا حلفات عليا نطلع ندير الكوتي معاها، وطلعت طلعت عندهم شويه، وهي تدخل بنت خالتها اللي كانت في العمر ديالنا نيت، سلمات علينا ودخلت بدلات حوايجها وخرجت لعندنا غير بيجامه قصيره ورش عليها شي 7 إترو ديال الروايح. عمات لينا العينين، عيقات بزاف ودارت الريحه مفروشه كاع، وبين اللعوه وانتوما غتفهموا شنو بغيت نقصد. انا والله ما كتبان ليا شي وحده من غير خطيبتي. درنا الكوتي بثلاثه وبدات كتسولني بنت خالت الباتول، وبديت كنجاوبها. انا حدي سولتها سؤال واحد على خدمتها، قالت لي بلي راها استاذه ديال الرياضيات في الثانويه. المهم من بعد عطيتهم واحد الجمله اللي غتخلي الباتول ضوب 1000 حساب وحساب قبل ما تعاود تجيبني لعند هاد بنت خالتها، وهي عارفاني خاطب واقف على الزواج. قلت لهم ايوا نخليكم هاد الساعه، خطيبتي كتسناني غنتعشاو على برا. قالت لي الباتول سلم لي على، قلت لها مبلغ. قالت لي ديك الاستاذه كنت ناوي نعرضك للعشاء زعما. قلت لها ما كتابش، خليتهم ونزلت. هاد الاستاذه ما حملتها ما قبلتها، بحال بحال الماده اللي كتقاري باينه فيها مسمومه ديركي. ما عليناش ما عليناش. المهم ركبت في طوموبيلتي زعما طوموبيل سعاد، ومشيت عفطه وحده حتى لعند الدار ديال المرحومه يسرى. وصلت ودخلت ولقيت القيطون ديال الرجال، وجلست مع نسيبي زعما الاب ديال سعاد وخوها الكبير. درنا الصواب، من بعد صونيت على سعاد خرجت لعندي سلمت عليها وهضرنا شويه. من بعد جبت الكونتاكت ديال الطوموبيل نعطيه ليها، ما بغاتش خلاتها عليا حيت ما عندها فين تتحرك، واصلا ولات خايفه بزاف. منين بقيت كنشوف فيها مخنزره فيا قلت لها سعاد ياك لاباس؟ قالت لي اش هاد الريحه فيك ادريس؟ قلت لها ودي مني كملت الخدمه راه عرضات عليا الباتول، وقلت لها الحقيقه كامله مكموله بلا ما نكذب عليها. قالت لي راه باينه ديك الاستاذه هي اللي وصات بنت خالتها تجيبك لعندهم. قلت لها راجل من اللي كيعشق النتوه والله ما كيشوف غيرها. قالت لي دريس. قلت لها وينات دريس؟ قالت لي ما نبغيكش تحط رجليك في ديك الدار. قلت لها كلامك هو الكبير حبي، وبيني وبينك كون شفتي هاد الاستاذه كون قلتي لي غير سير وقت ما بغيتي ما نخافش عليك. بدات كتضحك وقالت لي سير خليني عافاك، الناس راه كتبكي وانت كتضحك فيا. قلت لها الحمد لله مني ضحكتي يا حبيبه، المهم نخليك طوموبيلتك غادي نفرش خيمها. قالت لي فداك يا حبيبي مالها غتغلى عليك؟ قلت لها وها اللي بغيت نسمع منك، دابا الا بغات الموت تجي غير تجي. قالت لي الله يطول لي في عمرك. شويه وهي تخرج نسيبتي اللي هي الام ديال سعاد، قالت لسعاد تعطلتي يا بنتي خفت عليك.
قلت لها انا غي معايا امي عائشه. قالت لي واخا ولدي دخل تعشى، احنا غنحطوا للرجال العشاء ديالهم. قلت لها واخا امي عائشه راني داخل. مشات نسيبتي وهي تقول لي سعاد نسيت ما قلت لك اش وقع البارح، وبدات كتضحك. قلت لها خير ان شاء الله. قالت لي عمي جا بغا نعطيه الطوموبيل شي سيمانه حيت عارفني جالسه كونجي. قلت لها ايوا. قالت لي راها عند خطيبي وقال لي نشدها منك ونعطيها ليه. وفضت وتقلق عليا. قلت لها كون غير اتصلتي بيا كون جبتها لك في الحين. قالت لي يمشي يعاود لمخو نوري البحر فين جا يمشي يشربو كاع. حيد انا الحبيبه ونعطيها ليه. طوموبيله قلالي النيه. المهم قلت لها الله يحفظك ليا حبيبه ديالي، مني تكوني محتاجه الطوموبيله اتصلي بيا. قالت لي الا احتاجيتها غتجيبيها انت لعندي تقضي معايا الغراض وتديها معاك منين نساليو. قلت لها سير راني غادي عليك دنيا واخره احبيب تروح وخليني نمشي نعالج وناكل. راه الناس غسلوا الطباسل الا تبعنا البغو غنباتوا بلا عشاء. دخلت تعشيت وهزيت الطوموبيله ومشيت في حالتي للدار. كي دخلت باش نرتاح وهو يزغرط لي التليفون قلبت لقيتها الباتول. قلت لها الو. قالت لي دريس عافاك عاوني. قلت لها ياك لاباس. قالت لي بنت خالتي سخفات ليا والاسعاف ما كيجاوبونيش. قلت لها واخا هاني جاي. انا وعدت حبيبتي ما نحط رجلي في ديك الدار ولكن للضروره احكام نخلي واحد النفس مضروره ما جاتش عيب. خرجت ومشيت نيشان وطلعت لقيتها فاقت وتوقضات. قالت لي الباتولة اسمح لي يا دريس راه فاقت بغيت نتصل بك وانت تدخل. قلت لها ما كاين باس الله يجيب الشفاء. المهم انا غنمشي. ما جيت فين نكمل هضرتي حتى بدا كيتصل بيا مروان. جاوبته قلت لي الو مروان. قال لي ادريس دوز عند الباتول وجيو للكوميساريه دابا راه جا واحد المسؤول من العاصمه وعندنا اجتماع طارئ. قلت لي واخا صافي هاني جاي. قالت لي الباتول اش كاين. قلت لها اجتماع طارئ يلا. قالت لي راه بنت خالتي عاد سخفات. قلت لها راه مسؤول كبير اللي جا ومن العاصمه ما عندنا ما نديرو. ناضت الباتول لبست عليها ومشينا للكوميساريه لقيناها مقابله ديال بصح وكل شيء مرون ومضارب لاقصى درجه. هنا عرفت بلي هاد خونا اللي جاي راه هما وشان. دخلنا للقاعه ديال الاجتماعات لقينا الكوميسير وثلاثه ديال الضباط الممتازين زائد الضابط ديالنا اللي هو هشام وكان مروان وسفيان وواحد البوليسيه جديده وجه جديد عمري ما شفته. دخلنا وجلسنا انا والباتول وقال لنا الكوميسير هاد البوليسيه سميتها نبيله عندها 34 سنه متزوجه وام لطفله جات من العاصمه مع السي محمد اللي صيفطته وزاره الداخليه. واحد شويه غيلتحق بينا باش نبداو الاجتماع ديالنا ونحاولوا نحدوا من هذا الزحف ديال هذا السفاح. من بعد ما كمل كلامه هو يدخل هذا السي محمد اللي كان كيدوي عليه. كان راجل قصير وصلع وعنده الموسطاش كبير وعريض وحجبانه ملاصقين وجهه مغوبش ومعبس. عطيناه السلامه وجا جلس. قال لنا اللي نطولوه نقصروه سير بيتوا لي هذه القضيه غادي نكون حارس ونوقف معاكم باش تاخذوا الترقيه ديالكم، اما الا تعطلتوا غادي نكون السبب فقدان الرتبه ديالكم اللي نتوما فيها. وما كتعاود غير الصلاه على النبي. موعدنا غدا مع ربعه ونبغي الجديد في القضيه. مشى بلا ما يشوف فينا وخلانا حايرين وما عارفين ما نديرو. من بعد دوات ديك البوليسيه وقالت لينا سي محمد راه كنعرفو مزيان الا قال الحاجه راه كيديرها واخا يكون فيها قطع راس. دوا الكوميسير وقال لينا يوحزمو غيوسكم. قلت ليه كوميسير نجيبو الفيديو اللي خلى لينا القاتل ربما نلاحظوا فيها شي حد ولا شي حاجه. قالت لي ديك البوليسيه ما وصلتناش هاد المعلومه ديال السفاح خلى لكم شي فيديو جيبوا لي عافاكم نشوفوا. مشينا للقاعه ديال العرض وشفنا الفيديو اكثر من ثلاثه ديال المرات وهي تلاحظ نبيله واحد الحاجه بدات كتقول لنا وقف 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 الفيديو. وقفت انا الفيديو في واحد اللقطه اللي كان كيضرب فيها القاتل واحد البنت ديك البنت الضحيه ديالو. وقفنا الفيديو وناضت كتحقق مزيان فيه وهي تلاحظ باللي في اليد اليسرى ديال المجرم كاينه واحد الندبه واحد الضربه. كبرنا الصوره ونسخناها وخرجناها وزدناها في الملف ديال القضيه. بغى مروان يطفي الفيديو وهي تقول لي نبيله يعاودوا وبقات كتلاحظ وتلاحظ وما ملاتش من المشاهده برغم رعب ديال المشاهد اللي تماك في الفيديو. ملينا حنا ومشينا للقاعه ديال الاجتماعات وخليناها في قاعه العرض. دازت نص ساعه وهي تجي نبيله جايبه معاها وقا كتبه فيها الملاحظات ديالها على الفيديو زعما واللي هي كالتالي. اليد اليسرى فيها ندبه فيها ضربه مجرم كيستعمل اليد اليسرى الطريقه ديالو في الضرب همجيه وضربه من مورا ضربه.
كيضرب وكيسبب الفاظ كتمس الجنس اللطيف بالذات. وقالت لينا واللي فهمت هو هاد السفاح عنده شي عقده من العيالات والبنات، ممكن تكون وقعت لي شي حاجه اللي خلاته يحقد. قلت لها تبارك الله عليك اختي نبيله. قالت لي الله يبارك فيك اخويا، المهم خاصنا نربطوا بين هاد المعلومات اللي عندنا ونوصلوا شي خيط نفكوا به القضيه، واهم من هاد الشيء نلقاو شي حاجه نواجهوا بها السي محمد غدا المسؤول الكبير، باش ما نكونوش في وضع محرج. في واحد اللحظه دخل علينا واحد الحنشه بالزربه ووجهه مخطوف. قال لي مروان مالك داخل الزريبه؟ قال لي الحنشه السي مروان راه طلقات جوج تخرى للسفاح وبنفس الطريقه ديال التشويه. في هاد اللحظه فشلنا ديال بصح، مشينا على جناح السرعه لموقع الجريمه ولقينا واحد الفرقه سبقاتنا، عطاونا المعلومات وعطاونا الشريط ديال الفيديو، لقاو في واحد الكليو سبي تما فوق من الجثه واللي كانت جثه ديال بنت فمرة 28 سنه وبنت كانت زوينه بزاف، اللي بان ليا انه كيستهدف اللي زوينات اكثر من القياس، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم شفنا الفيديو اللي في الكليو سبي في الحين حيت في الطوموبيل ديال سعاده اللي عاطياني كاين لابتوب حاسوب، ولقينا في ذاك الكليت التصاور ديال الاهالي ديالنا، حاطين التصاور ديال عائلاتنا، انا حاط لي التصويره ديال خطيبتي سعاده، سفيان حاط لي التصويره ديال الاخت ديالو، اما مروان حاط لي تصويره مرتو الباتول، كاينه تصويرتها وتصويره بنت خالتها، يعني حتى الباتول مستهدفه. اما الضابط ديالنا الممتاز هشام كانت التصويره ديال بنته. القاسم المشترك بين كاع الاهالي ديالنا هو العمر ديالهم كيتراوح ما بين 28 و 35 سنه. في هذه اللحظه عرفنا بلي المجرم سابقنا بخطوه، ولا احسن نقولوا بكيلومترات. في الحين انا طلبت نديروا شي مع طارق، مشينا للكافي اللي خدامه فيها زينب، طلعنا للسده ووصيت زينب ما تخلي حتى شي واحد يطلع لجهتنا. جلسنا وقالت لنا نبيله انت اللي جمعتينا السي ادريس، نسمعوا من عندك نشوفوا شنو عندك. قلت لها هاد السفاح كيفاش حتى عرفنا احنا اللي متبعين القضيه ديالو؟ كيفاش عرف الاهالي ديالنا؟ نخليو هاد الاسئله من بعد حيت الجواب عليهم صعيب وكيدخل الشكوك في راس، وهذه اخر حاجه نبغيها. نحاولوا دابا نجاوبوا على سؤال واحد واللي هو هاد السفاح كيستهدف البنات، ولكن علاش قتل داك الشاب وبنفس الطريقه ديال البنات؟ قال لي مروان تسنى تسنى. قلتي الشكوك، كيفاش الشكوك؟ قلت لي تجنب دوك الاسئله باش ما تسولونيش، ولكن مني سولتوني غادي نفجرها. دابا نيتو في وجهكم السفاح ولا السفاحه راه كيعرفنا حق المعرفه بنسبه 99%، والله كيعرف شي حد كيعرفنا بنسبه 1%. قال لي سفيان بدريس ما تسرعش. قلت ليه انت عارفني مده هادي عمرك شفتيني تسرعت؟ قال لي فهادي اه عاد شفتك وتسرعتي. قالت لي نبيله هو لقى لها شي تخريجه السي سفيان دوا مروان، وقال لينا خليونا من هاد الشيء ما بغيناش الجو يتكهرب بيناتنا، هذا هو اللي ما غيخليناش نخدمو بشكل صحيح. قالت لي الباتول دريس تجاوز الموضوع وانت رجعتي لي عاوتاني. نقزات نبيله وقالت لينا انا رايي ديالي من رايي ديال دريس. قالت لي الباتول صراحه حتى انايا. قال ليها مروان كلامك معقول وتانا مع دريس، ولكن ما بغيناش الشكوك حيت غيخربوا لينا الجو ونوليو خدامين وما مفاهمينش مع بعضياتنا. قال لنا سفيان انا راه هادشي اللي بغيت نقول لكم من قبيله. قلت لهم الاخوان السفاح كيستهدف الاهالي ديالنا، خصنا نحميوهم ونحصنوهم، وخصنا نقولوها للضابط الممتاز احمي بنته حيت باقي ما عارفش باللي راها مستهدفه. قال لي سفيان ما تخافش تكلفت بهادي وقلتها لي كونوا هانيين. قلت لي برافو عليك برافو، انا خطيبتي موصيه من شحال هادي وراها غي جالسه في الدار خدات كونجي. قالت لي نبيله اللي خاف نجا احسن ما دارت. مروان قال لينا خليت ولدي مريض الحباب خاصني نمشي نطل عليه. قلت لي واخا واخا ما يكون عنده باس. نزار ياك؟ قال لي اياه نزار، شكرا بدريس راه ولدي هذا واغلى حاجه عندي. قلت لي الله يخلي لك يا ربي. قال لي امين. مشى مروان وقالت لينا نبيله باينه ولده عز عليه بزاف، انا اللي فاهمها حيت ام لبنتي جنات. قلت لها تربى في عزك ان شاء الله. قالت لي العقبه عليك. قلت لها قريب ان شاء الله. دوا سفيان وقال لنا خليونا من هادشي شنو المعمول دابا؟ قالت لي نبيله غدا نتلاقاو مع العشره ديال الصباح ان شاء الله. قالت لينا الباتول حتى هذا نظر مزيان. قلت لهم ما تنساوش تردوا البال لراسكم، حتى انت يا نبيله انت جديده معنا وغالبا غيكون عارف السفاح بهادشي. قالت لي كون هاني. مشينا حتى حنا ووصلت معايا الباتول في طريقي ومشيت للدار، طحت طيحه وحده هي الحجره حيت عييت بزاف
من بعد اتصلت بيا نبيله في نص الليل، قلت لها الو اختي نبيله ياك لاباس؟ قالت لي اسمح لي اخويا ما قديتش الناس بسبب شي شكوك عندي فراس. قلت لها شنو هما؟ قالت لي الا لاحظتي مروان كيستعمل لي الدليسره ديالو ياك؟ قلت لها اه وهادي راه عارفينها كاملين ومن زمان. قالت لي اه مزيان، عنده شي ندبه في يديه شي ضربه؟ قلت لها ما عمري رديت البال، علاش هاد الاسئله كامله؟ قالت لي نجيك من الاخر انا شاكه فيه. قلت لها ما تسرعيش نبيله، مروان راه صاحبي وكنعرفو مزيان. قالت لي انا قلت غير كنشك فيه وصافي، ماشي شي حاجه اللي ثابته حيت شي حاجه من المواصفات ديال السفاح كاينه فيه. قلت لها هادشي اللي كتقولي راه خطيره نبيله. قالت لي عارفه هادشي ومزيان، انما المهنه ديالنا هكا دايره، نشك حتى في جنابي. قلت لها المهم دابا عرف شنو غديري، حاولي تنسي غدا ونفتحوا الموضوع من جديد. قالت لي واخا خويا تصبح على خير. طحت ناسته في الصباح، ما تدوشت لبست عليا وفطرت وهزيت الطوموبيل ومشيت للكوميسارية. دخلت القاعة ديال الاجتماع ديريكت، لقيت سفيان ونبيلة تما وجاب لنا واحد الحنشة القهاوي. من بعد جات الباتول ومروان والضابط الممتاز هشام وحتى الكوميسير حتى هو بان. ملي جمعنا كاملين وقعت واحد الحاجة اللي ما كناش متوقعينها كاملين، واللي هي دخلت واحد الشرطية معنا وعطاتنا خبر زوين زوين ديال بصح. قالت لنا الدائرة الخامسة دخلت لها واحد البنت في 30 من عمرها كلها دمايات، قدمت بلاغ ضد مجهول وعطات المواصفات ديال السفاح اللي واخدين نتوما الملف ديالو. قالت لي نبيله فين هي البنت دابا؟ قالت لي هذيك الشرطية راه في المستشفى، ها بوليسي حاضرة وعطاونا البلاغ باش نمشيو ناخذوا الاقوال ديالها. مشينا على جناح السرعة كاملين الا الضابط الممتاز والكوميسير. منين وصلنا لتما دخلنا عندها كاملين، بغينا نسولوها شلة اسئله. شويه هي تخرجنا نبيله كاملين، قالت لينا خليوني معها غير انا والباتول الله يخليكم. قلت لها صافي واخ. دخلوا عندها وبقاو معها شي 45 دقيقه، من بعد خرجوا وجههم مخطوف. قال لهم مروان مالكم؟ قالت لي نبيله ما تتخيلوش شنو سمعنا من عند هاد البنت هادي، ربي شاف من جهتها. قال لها مروان عاودوا لينا. قالت لينا يلا البوفيه ديال السبيطار ونهضروا تماك. قبل ما نمشي وصل سفيان البوليسي اللي تما يحل عينيه ومشينا خدينا كافي. قالت لينا نبيله الضحيه الاخيره ديال السفاح تغتصبات وتعذبات وكلات العصا، تخيط ليها فمها وتشوهوا ليها الاعضاء التناسليه ديالها قدام هاد البنت مسكينه اللي في السبيطار. دابا تخيلوا معايا كي غتكون حالتها. بقينا ساكتين شويه وهو يدوي مروان وقال لينا كيفاش حتى هربات منه؟ واش عرفاتو؟ قالت لي نبيله وصفاتو لينا في عمره اكثر من 40 سنه، شايب واحد شويه فراس وجهه ديما مغطي، ولكن عاقل على الصوت ديالو مزيان، كان كتفها بالحبل واللي الكل هي كتحاول تفك راسها، وكان دايرها في واحد الدار مهجوره خارجه على المدينه، جات في الغابه، اغتصبها مسكينه اكثر من 4 ديال المرات، وعطاها العصا والحمام زوق بالضربات ديال الكابلي. هاد الكلب راه مريض ماشي طبيعي. قال لها سفيان واش عطاتكم العنوان؟ قالت لي نبيله نعتات لينا حتى ما عقلاش مزيان. جمعنا وركبنا في طوموبيل خطيبتي ومشينا لعين المكان كنقلبوا حتى لقينا واحد الكوخ، فرعنا الباب ودخلنا ليه ولقيناه خانس 100% هو المكان اللي كان فيه المجرم كيدير الافعال الشنيعه ديالو. المهم بدينا كنقلبوا على الادله اللي تقدر تنفعنا. قالت لينا الباتول سبقنا بخطوه عاوتاني. قلت لها كيفاش؟ قالت لي ها هي ورقه مكتوب فيها تعطلتو، وقولوا سفيان يقول لاختو ما تعطلش في الخدمه حتى تفوت العشرة ديال الليل ولا غادي نضطر نوصلها شخصيا. سفيان سمع هادشي وتخلع على اختو واتصل بها قال لها ما تخش من الخدمة تيجي لعندها. قالت لينا نبيله ها باب اخر تسد علينا. قال لها مروان وها باب اخر تفتح. قالت لي كيفاش؟ قال لها المجرم عرفنا جايين لهنايا وسبقنا وجا كينظف الكوخ، ولكن بالزربة والتوتر ديالو خلاه ينسى هاد اللقاط اللي عامر دمايات واللي ممكن يكون دليل قاطع يوصلنا للمجرم. قال لي سفيان تبارك الله عليك اخويا مروان، درنا اللقاط في بلاستيكه وديناه للشرطه العلميه. وصلت ديك ربعة جا السي محمد داك المسؤول الكبير واجتمعنا، عطيناه الجديد وكان راضي على العمل الجبار اللي درنا والدلائل اللي وصلنا ليهم. شجعنا في هاد اللحظه ديال بصح، داك التشجيع ديالو زادنا شحنه كبيره باش نستمروا، حتى الكوميسير ديالنا عجبو الحال على التقدم اللي درنا. قال لنا داك المسؤول اللي كان سميتو السي محمد
الضابط الممتاز اللي مسؤول عليكم الدراري غادي غادرنا هاد الايام، حيت طلب الاذن باش يمشي مع الام ديالو للعمره، والام ديالو مراه كبيره وخاصها المرافق. قال لي الكوميسير ماشي مشكل، عندنا اللي غي يرون بلاصي المكان ديالو. تبارك الله عندنا كفاءات يستاهلوا هاد الفرصه باش يثبتوا الوجود ديالهم، ومنهم الضابط الممتاز خالد. سلم علينا داك الضابط الممتاز هشام اللي كان مسؤول علينا وعنقنا واحد بواحد، وقال لنا كنشكركم وكنتمنى لكم التوفيق في العمل ديالكم. مشى وكملنا حنا الاجتماع ديالنا. من بعد التحق بينا الضابط الممتاز خالد، كملنا النهار ديالنا وكل واحد مشى في حالاته. وبالليل في دارنا كيجيني واحد الاتصال من الباتول وكانت مخلوعه، وقالت لي الو دريس. قلت لها اهلا الباتول. قالت لي بنت خالتي من الصباح ما رجعت وتليفونها طافي. قلت لها هاني جاي لعندك دابا. مشيت دغيا ولقيت في باب الشقه ديالهم ظرف محطوط تما جوا. هزيت ودقيت على الباتول لقيتها كتبكي. دخلنا وريتها داك الجوا اللي لقيت، حليناه ولقينا فيه الصور ديال بنت خالتها ديك الاستاذه مكتفه ومعذبه وكلها مضروبه. سخفات لي الباتول. بقيت كنحاول معها حتى فاقت، وانا نعيط على الفرقه ديالنا كامله، نبيله وسفيان ومروان وخالد اللي يلا التحق بينا. اجتمعنا في الدار عند الباتول وشافوا الصور كاملين. وفي هذه اللحظه الضابط ديالنا اتصل مباشره بالمركز وعطاهم الاوامر باش يعنوا حاله الطوارئ القصوى، حيت هذا الشيء زاد على الحدود ديالو. خرجوا كاع الوحدات الليليه وتستدعاوا حتى الوحدات النهاريه باش نديروا حمله على المدينه كامله. واستعنا بالدرك الملكي في النواحي ديال المدينه، وحتى حنا نضنا وبدينا كندورو، واي واحد لقيناه كنقلبوه مزيان وكنديروا تحقيق الهويه. من بعد ثلاثة ديال السوايع ديال البحث اللي كان بدون جدوى، اتصلت بينا واحد الوحدة ديال الحناش لي موطار لي دي تي، ومشينا لعين المكان فين كاينين هما. لقيناهم موقفين جوج ديال المتشردين مبوقين، شدهم سفيان خشى ليهم راسهم في واحد السقاية ديال الماء حتى صحاو مزيان. جات نبيلة بقات كتسول فيهم، حيت دوك لي موطار فاش شدهم سمعوهم كيدويو شي هضرة مخربقة على شي حاجة ما هياش، ولكن قالوا هادو هي مبوقين. ولكن منين جينا حنايا زيرناهم. نبيله بقات مزيراهم ديال بصح كتسولهم على ديك الهضره اللي كانوا كيقولوها في حاله الهلوسه اللي كانوا فيها، وهو يعطيها واحد منهم معلومه جد مهمه، واللي هي واحد السفليه مهجوره في هذا الحي كيجي لها واحد الراجل بطوموبيلته كيجيب معاه البنات. مروان قال لنا هضره خاويه هذه، غيكون شي واحد كيجيب البنات تما يقصر معاهم، وهذا الشيء راه جاري به العمل ما غينفعنا في والو. قالت لي نبيله اي هضره ولو تكون سخيفه ما خصناش نتجاهلوها. قال لها مروان غير كنضيعوا الوقت، يلا نشوفوا شي جهه اخرى. قالت ليه يلا نشوفوا بعدا هاد السفليه المجوره. مشينا مسلحين كاملين انا وسفيان وجوج ديال الحناش اللي عيطوا لينا دوك اللي كانوا مع خوتنا، ونبيله والباتول ومروان اللي ما كانش باغينا نمشيو، وكل واحد فينا عنده اكثر من 50 قرطاسه في سلاحه. كان معنا حتى الضابط الممتاز خالد. المهم ملي وصلونا دوك المتشردين لديك السفليه وراوها لينا، لقينا قدامها واحد الطوموبيل من نوع سيتروين بيرلونغو كحله. دقينا في ديك الدار وما جاوبنا حتى شي واحد. شويه نبيله قالت لينا نسكتو. سكتنا وحطت ودني على الباب وبدات كتحسس. قالت لينا كنسمع شي انين لداخل، انين شي حد كيبكي ولا كيغوت. قال لينا مروان الله يهديكم راه غير كنضيعوا الوقت، يلا نمشيو هاد الانين راكم عارفين ديالاش غيكون. قال ليها سفيان سمحي لي انا بلا نسمع. حط ودني حتى هو وسمع نفس اللي سمعت نبيله. هاد اللحظه اتصل الضابط الممتاز خالد بالكوميسير باش يجيب لنا الاذن بالهجوم على هاد الدار، وجاب لنا الكوميسير الاذن في الحين حساسيه الموضوع والاهميته. المهم بدا سفيان والحناش كيدقوا بالجهد حيت هما صحاح بزاف، ونبيله بيني وبينكم دايره يديها في سلاحها، حط عيني على مروان حيت هو الوحيد فينا اللي كيستعمل يديه ليسرى وهي شاكه فيه بزاف، هو اللي ما كانش متحمس باش نجيو لهنايا. ما جاوبنا حتى شي واحد، والجيران سمعوا الدقان بالجهد وتجمعوا علينا، وبداو الحناش كيديروا النظام تما كيبعدوا علينا الناس. شويه جاوا باقي الوحدات وعاونونا في النظام، حيت كثير علينا بنادم المغاربه ديالنا خاصهم غير فاش يتفرجوا ويعمروا وقتهم بالخوال الخاوي الا من رحم ربك. المهم بدا سفيان كيفرع في الباب، ومع الحلة ديال الباب كتخرج واحد القرطاسة من الدار لداخل، ضربات سفيان الكرشو حتى طاح كاو. بدا كيجري مروان باش يهزو وهو يتضرب حتى هو في كتفه بالقرطاس. في هاد اللحظة تحيد مروان من الشكوك
حيت القرطاس جا من الداخل ديال الدار. وفي هاد اللحظه العيالات والدراري الصغار داروا لينا فضيحه بالغوات ملي سمعوا القرطاس، وزاد العدد بشكل كبير بحال كاين شي مهرجان. مشيت بالزربه رديت الباب وهزينا سفيان ومروان وعيطنا لهم على الاسعاف. خديت مكبر الصوت من واحد السياره ديال الشرطه كانت واقفه حدانا وعطيته النبيله، هضرات مع الناس باش ينقصوا من صداعهم باش نخدموا فرحتنا ونلقاو الحل باش نفكوا هذا المشكل. عرفات كي تسكت الناس والضابط الممتاز خالد عيط على الدعم ديال السيمي حتى هما يجيو، وجاو في الحين بداو كيبعدوا في عباد الله من تما مزيان، وجاو جوج ديال لي سيمي مدرعين مزيان دفعوا الباب ودخلوا وكانوا مدرعين ديال بصح. دخلت انا من وراهم انا والضابط الممتاز خالد. الباتول كانت مصدومه، اما نبيله ما خليناهاش تدخل حيت عندها بنتها باقا صغيره ما نغامروش بها. وصلنا للبيت اللي مخبع فيه داك المجرم حيت شفناه مشى ليها ملي شافنا داخلين بدوك الدروع. المهم ملي وصلنا لقينا باب ديال الخشب وفرعناه، حنا نشوفوا المجرم هاز السلاح وحاطه على راس ديال الاستاذه بنت خالت الباتول، وكانت مكتفه ومخيط ليها فمها، وكانت بنت اخرى طايحه في الارض فاقده الوعي ولكن كتنفس، وهذا الشيء كيطمئن. المهم ملي شفنا المجرم تصدمنا صدمه كبيره بزاف حيت ما توقعناش يكون هو. حتى نتوما اللي كتسمعوا في هذا الشيء وفي هذه القصه ما غتكونوش عرفتوه ياك. قلت للمجرم مالك على هادشي كله؟ قال لي تزيد خطوه واحده نفرقع لما راسها ونقتل راسي. قلت لي ما غنزيدش هاد الخطوه، غير قول لي علاش هادشي كله. قال لي هاد الجنوس الجزاء ديالهم هو هذا، ما يستاهلوش يعيشوا، خاصهم الموت البطيء باشنع طريقه. قلت ليه شحال من ام بكيتي وشحال من قلب حرقتي؟ قال لي ما تكونش الحرقه بحال اللي في قلبي. قلت ليه اعطيني سبب واحد اللي يخليك دير هكا. قال لي ما عندي حتى شي سبب يخليني نعاود لك اصلا، ولكن انت في عداد الموتى غنقول لك شنو كاين، ما غنخسر والو. انا من نهار قلت على راسي وانا في الخيريه، ملي بديت كنعرف قالت لي رئيسة ديال الخيريه بلي الام ديالي تخلات عليا. قلت لي ياك الام ديالك معاك وعايشه معاك وناوي تمشي معاها للعمره حيت مراه كبيره. اه الحباب صفح هو الضابط الممتاز اللي كان معنا في الاول الضابط هشام. قال لي ما عنديش امي، ومني كانت عندي 5 سنين كانت رئيسة ديال الخيريه ما كتحملني ما كتقبلني، وواحد العساس تما كان شاد جنسي تكرفص عليا ما مراه ما جوج، وشافت واحد المراه خدامه تما كتقابلنا وما شكاتش فيه. ولا قالت ليها لا ولا شنو كدير، حتى هي كانت كتكرهني وتا بالماكله كتعطينا ديما الشياطه وفي الدوش انا الاخر ملي كيتسالى الماء سخون كندوش انا غير بالماء بارد وبالماء بوحدو وديما العصا منها وديما العصا والتكرفيس. واخا هكاك في الدراسه ديالي انا من الاوائل، وفي الاعدادي بغيت واحد البنت ودرت معها علاقه وكنت مهلي فيها حيت كنقرا وكنخدم في اوقات الفراغ، ومني تزيرت في الفلوس ساستني وخلاتني. منين كبرت وخدمت خطبت واحد البنت وتخلت عليا حتى هي، وجاب الله وحده اخرى وتزوجت بها، شريت لها دار وطوموبيل ومهلي فيها وولدت منها بنت غزاله. ومن بعد جيت من خدمتي بقيت مراتي ناعسه مع واحد فراشي وفي داري، ومن الصدمه غبت على الوعي. مني فقت ما لقيتها لا هي لا صاحبه، اما بنتي كانت ناعسه في بلاصتها. قلبت على مراتي باش ننتقم ولكن ما لقيتهاش. بنتي اعتنيت بها وفرت ليها كاع اللي تحتاج، وزياده خليتها اميره زمانها. خدات الباك ديالها وقالت لي بلي راها على علاقه بواحد الدري، وبلي خدا ليها الشرف ديالها بعد ما زيرتها في الهضره. قالت لي راه ناوي يتزوج بها وحتى هي باغاه. زعما تقول لي هادشي حيت زيرتها وحيت ديرها صديقتي ماشي بنتي، وكنت متهاون معها. المهم رفضت داكشي اللي قالت، سمحات فيا حتى بنتي وهربات مع داك اللي كان مصاحب معها. ما شفت غير المعاناه في حياتي من الجنس اللطيف اللي راه يا لطيف ماشي لطيف، حتى بنتي ومراتي سمحوا فيا. ملي كان الخوت ملهي في القصه ديالو جات قرطاسه في ركبته وطاح، هجمنا عليه حيدنا ليه السلاح ومنطناه وحنا نشوفوه، ورانا نبيله هي اللي تيرات عليه في ركبته. جات لعندو ضرباتو وهي كتبكي، قالت ليه الا طلقيتي مع بنات الكلاب هادشي ما كيعنيش كلشي بحالهم، كيما ماشي كلشي بحالك الكلب. وهي ضربو باليد ديال السلاح للراس ديالو حتى طاح، خرج ليه الدم من وجهه وداوه. قلت ليها مالكي كتبكي يا نبيله؟ قالت لي سفيان راه مات. قلت لها واش كتفلي عليا؟ زادت كتبكي، وانا عرفت بلي سفيان بصح مات. سفيان صاحبنا والكوميدي ديالنا الله يرحمه مات شهيد، مات مغدور والمغدور شهيد عند الله،
هاد المدة درنا الجنازة اللائقة بالبطل سفيان واللي بقى رمز، ودرنا الصورة ديالو عندنا في الدائرة ديالنا. اعتقنا بنت خالة الباتول ودابا كتعالج عند طبيب نفساني. أما اللي كانت مليوحة في الأرض راغي كانت مخدرة وصافي، كانت بخير. الملف ديال السفاح سديناه، دازت ربع شهور وانا ندير واحد مولاتي العراسية انا وخطيبتي سعاد. عرضت على كاع الفرقة ديالي، حتى مروان ناضر خير وسلامة وتضرات منه نبيلة حيت شكات فيه وقالت ليه بلي كانت شكا فيه انه هو السفاح، حتى هو سمح ليها. اما بالنسبة للضابط اللي كان عندنا السفاح زعما تحكم عليه بالاعدام رميا برصاص، ولكن الوقت ديال التنفيذ كان مجهول، فما عرفت واه الاعدام ما كاينش. قصة ديال سفاح كازابلانكا تسالات، قصة كاملة حطيتها لكم ما تعطلتش، نتمنى تكون عجباتكم في المستوى ديالكم اصدقائي. بغيت الاراء ديالكم في القصة في لي كومونتير، وما فيها باس دير جيم وتبان عندي باش نزيدوا في هذا الشيء اللي كنديروا بزاف. احبكم اصدقائي واحد بواحد. يلا ليلة سعيدة، اديوس اميغوس.